أكيد حضراتكم شفتوا اللي حصل للشاب المصري فرحات المحفوظي على إيد ضابط شرطة في مدينة سيدي براني في مطروح. نسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يسكنه الفردوس الأعلى، لكن ده ديدنة النظام المصري وديدنة عبد الفتاح السيسي. مش هنعيد نفس الفيديو اللي خلاص عدناه كتير جدا، بتاع مفيش ضابط هيتحاكم ومش عارف إيه والكلام ده، مر 10 سنوات على هذا الفيديو وما زالت مصر بتدفع الفاتورة. لا في ضابط اتحاكم في أحداث الحرس الجمهوري اللي ذكرها كانت من أيام قليلة، مر عليها الذكرى العشرة، ولا في ضابط اتحاكم في رابعة، ولا في ضابط اتحاكم عن اللي عمله في عربية الترحيلات. مفيش حد اتحاكم، وده بيوريك الوضع العسكري في مصر. على رأي أحمد الزند، أحمد الزند بدأ في أول يوم انقلاب سلام عليكم دولة أسياد وعبيد، العبيد ما لهمش قيمة. مش ده احمد الزند اللي قال لك كده؟ ده كان كلام احمد الزند وزير العدل وقتها، وما فيش داعي برضو ان احنا نعيده من ضمن الحاجات اللي عدناها عشرات المرات. لكن القصه بتاعت الشاب فرحات المحفوظي دي قصه غريبه جدا جدا جدا، مش لكلامي بقى، ليه؟ لكلام عمده اسمه سعيد الحفيان، يا رب اكون بنطق اسمه كويس. ده عمده او شيخ قبيله او واحد من قبائل العرب اللي موجودين في مطروح، خرج يتكلم عن واقعة. احنا بقى هنسيب سعيد، هنسيب قصة فرحات المحفوظي دقيقتين يا جماعة، وتعالوا بقى نسمع من واحد مؤيد لعبد الفتاح السيسي قصة حصلت داخل أقسام الشرطة في مطروح. ده واحد بيؤيد عبد الفتاح السيسي، هذا الرجل اللي أمام حضرتكم عنتيل عنتيل في تأييد عبد الفتاح السيسي، بيتكلم عن قصة حصلت داخل قسم الشرطة لمواطن راح يزور أخوه فقال حسبي الله ونعم الوكيل. في واقعة حصلت من مدة في قسم النجيلة، واحد جاي يزور أخوه، المفروض الـ 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 القسم اللي يديره المأمور مش حد تاني، قالوا له لا روح للمباحث، قالوا له لا ممنوع الزيارة، فهو نازل على حسبي الله ونعم الوكيل. المواطن بيقول حسبي الله ونعم الوكيل عشان لما دخل يزور اخوه الضابط او امين الشرطه او ايا كان الشخص اللي واقف قال له مش هتدخل تزور اخوك. فالمواطن هو خارج قال حسبي الله ونعم الوكيل، مسكوه فحتوه، عرفوه ازاي انت مدني تقول حسبي الله ونعم الوكيل وانت عارف ان احنا عملنا مع محمد جبريل الشيخ محمد جبريل من 5 6 سنوات، قلنا ان في مصر ممنوع الدعاء على الظالمين. انت بتسمع في اذاعه القران الكريم ولا في اي تلفزيون ولا في اي شاشه من عشرات الالاف الشاشات اللي بتطبل للسيسي بتسمع، ولا اللي غير ما بتطبلش اللي موجوده في مصر، بتسمع حد يقول يدعو على الظالمين؟ بقى خلاص الاوبشن ده في مصر احنا حذفناه، ما بقاش موجود الكلام ده. ده من ضمن التعديلات اللي حصلت في دوله 30 يونيو، عدم الدعاء على الظالمين. تخيل بقى المواطن اللي هو راح يزور اخوه في اسم الشرطه عشان يخرج من اسم الشرطه بعد ما قال للضابط حسبي الله ونعم الوكيل، تخيل يخرج ازاي؟ يعني انت كده حط كده لنفسك كده تفكير قبل ما تكمل الفيديو، وقف الفيديو وقول يا ترى المواطن ده ازاي خرج من اسم الشرطه؟ ازاي؟ عمل ايه عشان يخرج من اسم الشرطه؟ اقول لك انا ولا الحاج سعيد الحفيان اللي بيأيد عبد الفتاح السيسي يقول لك؟ خدوه دخلوه جوه ادوه طريحه كمان، فتحوا له بقه من هنا، وكان معاه والدته ومرات اخوه، وخلوه يبوس ضابط المباحث، خلاه يبوس على رجل المخبر، ما سابوش اللي عمل كده، بس رجل المخبر مش الضابط، المخبر. فاكر القصة بتاعت الإسكندرية اللي من 3 أيام اتكلمنا عنها للأستاذ محمود توفيق الله يرحمه، اللي ضابط الشرطة راح ومعاه شوية مخبرين، ضابط الشرطة راح ياخده من بيته، فمخبر من المخبرين بص لمرات الأستاذ محمود توفيق الله يرحمه في الإسكندرية فعايز يعمل معاها حاجة، وابنها واقف وجوزها واقف وفي شقتها، فابنها أمي أم بيدافع عن والدته والكلام، تعالى خدوه على العنبكة ضيعه على امتحانات الثانوية العامة. ده يوريك الوضع بتاع مصر، ده يوريك مصر. مخبر 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 اللي هو يعني انت كمخبر شغلتك ايه؟ ارشد عن الناس، شغلتك ايه؟ اطلص بص اشوف الناس بتقول اعمل كده وداني كده للناس، دي شغلته. فتخيل انت كمواطن لم يصبح ولم يعد لك قيمه امام مخبر، قال لك جاب المخبر وجاب المواطن قدام امه وقدام مرات اخوه وقال له عايز تخرج من اسم الشرطه؟ يا اللي جاي تزور اخوك؟ تبوس رجل المخبر، تبوس رجل المخبر، وخلوه يبوس ضابط المباحث، خلاه يبوس على رجل المخبر، ما سابوش اللي عمل كده. الفيديو يا قسما بالله في الذكرى العاشرة ل 30 يونيو، هذا الفيديو هو عنوان مصر للعشر سنوات، هذا الفيديو هو عنوان مصر للعشر سنوات عشان يخرج
لازم يبوس رجل المخبر. هذا الرجل اللي سمعته الفيديو بتاعه المرة التانية ده مش مواطن يعارض السيسي، ده مواطن بيأيد السيسي واداله عصاية المرشال في 2014 مع أول ما ظهر لنا حاجة اسمها عبد الفتاح السيسي بعد شهرين ثلاثة من الانقلاب، اداله عصاية المرشال وقال له خد العصاية ديت، ومن يومها والشعب المصري كله لبس العصاية. وضع يوريك الوضع الإنساني والحقوقي في مصر وصل لفين. نرجع لقصة الشاب فرحات المحفوظي الله يرحمه. الشاب واقف قدام المحل بتاعه، شوفوا يا جماعة دي برضو قصة للتاريخ. الشاب واقف قدام المحل بتاعه، عدى ضابط الشرطة بالعربية، شاف مع الشاب فرحات المحفوظ يا جماعة اللي صوره أمام حضراتكم عنده عربيات كتير كويسة جدا جدا. كان في شكوى قبل كده لضباط اسم شرطة سيد براني إنهم بيروحوا يبصوا أهالينا في مطروح ناس مرتاحة وناس ماديا الأمور معهم طيبة يعني، فتلاقيهم عندهم عربيات كويسه بحكم الشغل بتاعهم، عندهم عربيات لطيفه يعني. فضابط عجبته عربيه المواطن، عجبته قال له انا عايز اخد العربيه دي. يا عم ده عربيتي. قال له ايوه ما احنا هناخد ده ابن ضابط شرطه، ده في امين ده في مخبر في الاسكندريه كان عايز ياخد مرات الراجل وابنها وهي واقفه والاسره واقفه وجوه بيتهم، ابنها اعترض خدناه على العنبكه، انت مش هتديني عربيتك؟ فعايز ياخد عربيته، فراح له قدام المحل بتاعه وخلص عليه. يلا يلا احنا دوله الله قانون، قانون الغاب يحكم الجميع. مصر بتعيش ما بعد قانون الغاب من 10 سنوات. فخلص على الرجل لمجرد ان الرجل مش عايز يديله عربيته يعني الرجل. وبعض بقى الناس اللي هم بيطبلوا للسيسي هم لغايه دلوقتي الداخليه ولا النيابه العامه عارفه تنزل بيان، لغايه دلوقتي مش عارفين ينزلوا بيان. بس احنا بالنهار يا جماعه، احنا بالنهار النيابه العامه مش عارفه تنزل بيان حتى هذه اللحظه، حتى لحظه تسجيل الفيديو النيابه العامه ولا الداخليه عارفين ينزلوا بيان، هم منتظرين كده. طيب دي احنا نلفها ازاي ونقول ان هي حاله فرديه؟ مش هتيجي حاله فرديه، قلناها كتير. طب نلفها ازاي ونقول ان الشاب ده كان معاه حاجات ممكن تضر الامن القومي؟ مش هينفع نلفها علشان كان في محله، كان في اكل عيشه، كان في مكان اكل عيشه والضابط اللي راح لغايه عنده وفي شهود عيان. مش هينفع نلفها. طب نعمل ايه؟ نعمل ايه فيها؟ هم قاعدين دلوقتي بيفكروا ازاي نطلع بيان ننفي هذا ونظهر قد ايه ملائكه البدله الكاكي وقد ايه ضباط الشرطه هم يعني بص يعني ناس عندها في قلوبهم رحمه لا توصف لا توصف. فخلص على الراجل. يقوم اهالي سيد براني واهالي مطروح لما يروحوا عند اسم الشرطه يروح الجيش متدخل وواخد الضابط بحسب موقع مدى مصر يوديه المنطقه العسكريه اللي هي المنطقه بتاعت القوات المسلحه اللي هناك بالبلدي. لو انتوا جدعان وتقدروا تروحوا اسم الشرطه كاهالي مرسى كاهالي مطروح روحوا، لكن لو جدعان بقى تعالوا عند المنطقه العسكريه. بعد 10 سنوات الاستبداد مع عبد الفتاح السيسي وصل لدرجه ان مالك وارضك وعرضك اولادك واسرتك وزوجتك وعربيتك وكل ما تملكه لو حلي في عين مش هقول لك ضابط ولا اقول لك ضابط جيش ولا اقول لك لواء. لواء وضابط جيش احنا عندنا الليفل ده وبقينا نتقبلها عادي، ان لواء جيش ياخد شركات ناس ياخد ارض الناس، عندنا الليفل ده. تخيل الايام دي احنا واصلين لليفل من الاستبداد في مصر ان لو مخبر عجب مراتك ممكن يدخل بيتك والكلام ده، ولمجرد ان ابنك الطالب اللي في الثانويه العامه يقف ويقول الا امي ياخدوا ابنه ويضيعوا عليه الثانويه العامه، لمجرد ان الشاب بتاع مرسى مطروح بتاع مطروح في سيد براني ايا كان الواقعة اللي حصلت رفض يقف لك بالعربيه اتخلص تعمل معاه كده ايا كان الموقف، لمجرد ان حتى يمكن رفض يديله عربيته ولا اي حاجه. ده وضع مصر، ده وضع مصر. وعلشان وضع مصر والظلم اللي راح كل محافظه وكل بيت وكل شخص في مصر طالوا الظلم، الظلم أذان بانهيار الأمم، أذان بانهيار الأمم. علشان كده للأسف الشديد مع كل أسى وأسف أنا بقول مصر بتعيش الوضع اللي حضراتكم عايشينه الآن. سلام عليكم.